وبالعودة إلى التطورات الميدانية في جبهات تعز، ينضم معنا العقيد عبد الباسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز. سيادة العقيد أهلا وسهلا بك. إذا ضعنا في خارطة المواجهات اليوم. حياك الله أخي الكريم وعبرك التحية للمشاهدين جميعا. الحقيقة اليوم بإذن الله تعالى المواجهات والاشتباكات لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظات. أبرز المواجهات اليوم كانت في سائلة الحناية. هذه السائلة تصل إلى الخط الرابط بين مديريتي الواجهية وموزع قريب الساحل، وطبعا نزل فريق من المهندسين وخبراء الألغام لتمشيط سائلة الحناية لإزالة الألغام والعبوات التي زرعتها الميليشيات ولتمهيد الطريق بالقوة للدخول إلى الحناية. وطبعا هذه المنطقة هي بعد مدرسة الطارق وبعد الفدحة. وأيضا هناك محور آخر للمواجهات وهو في محيط الطوير وحمام الطوير باتجاه جبال العرف و المطلة على البرق وعلى الخط الدولي الواصل بين تعز والنخا وتعز والحديده. باجمالا المعارك لا زالت مستمره وسط تقدم كبير للقوات الحكوميه وتقهقر وانهيار في صفوف الميليشيات. العدو ينهار تماما ويفر من امام ضربات الابطال في كل المواقع. هناك ايضا حاله من الاستسلام. اليوم اعتقد استسلم احد القيادات في الجبهه الغربيه للميليشيات مع عدد من مرافقيه، وبالامس استسلم ايضا قيادي اخر في جبهه الصول للجيش الوطني مع احد مرافقيه، وتم التعامل معهم بمعامله اخويه وانسانيه عاليه. نعم. بعد مضي يوم على تطبيق التعبئه العامه والنفير العام، ما هي ابرز التطورات على هذا الصعيد؟ لقت دعوة النفير العام والتعبئة العامة وبعد اللقاء الشعبوي الذي قاده محافظ المحافظة وكل المكونات السياسية والشعبية، لقى تفاعل كبير جدا اليوم. وصلت قوافل كبيرة سواء قوافل غذائية ومواد عينية أو تموينية، وهناك أيضا وعود وبوصول مبالغ كبيره ومساعدات بسيارات اسعاف وبتكفل ببعض افراد الجيش وبعلاج الجرحى وغيرهم. تفاعل كبير من ابناء تعز وابناء اليمن في الداخل والخارج، سواء على الصعيد المادي والدعم اللوجستي او على صعيد ايضا الرفض بالمقاتلين. اليوم ايضا عدد من ابناء صدر وايضا من ابناء ناويه ومن ابناء الوازعيه وأعداد كبيرة اليوم تتواصل بمراكز التعبئة. وبإذن الله تعالى أن الأمور يعني تسير بالاتجاه الصحيح والحشود كبيرة سواء إلى الجبهات أو في مجال الدعم العيني والمادي. نعم. كيف هي المتابعة من قبل القيادة السياسية وأيضا القيادة العسكرية؟ طبعا اشراف مباشر وقياده للمعركه من فخامه الاخ رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه المشير الركن عبد الرب منصور هادي وقياده وزاره الدفاع ورئاسه الاركان العامه وكل القيادات العسكريه هي تتابع واتصالات ومستمره ويرفع للموقف اليومي الى القياده العليا. وهناك ايضا تنسيق كبير مع الاشقاء في التحالف العربي وبنك اهداف في الايام القادمه. وايضا الليله الماضيه شهدت تحليق مكثف لطيران التحالف العربي واستطلاع للمواقع العدو ورصد لاماكن معدات قتاليه ومراكز القياده والسيطره بالنسبه له. ويعتبر وجود الطيران بعد فتره طويله من غيابه عن سماء تعز يعني بادره طيبه وعمل كبير. وهناك تنسيق على مستوى عالم مع الاشقاء في التحالف العربي ومع القياده العليا في الحكومه الشرعيه. نعم. نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر، كل الشكر لك.